اهلا بيكم يا شباب الفرقه الثالثه جرا انجلش شعبه محاسبه واداره. المحاضره رقم 10 في التاكس اكاونتنج البارت الثاني من تشابتر التاكس اون سالاريز اند ذا لايك. المره اللي فاتت شرحنا المصادر بتاعه الريفينيوز والديدكشنز او الاكزامشن، وقسمنا السالري او مصدر الريفينيو بالنسبه لاي موظف لبيزك سالري اند فاريبل سالري. تمام. طيب لازم نراجع ونذاكر المحاضره اللي فاتت كويس جدا والباوربوينت سلايدز اللي نزلت قبل ما نبدا حل، ده شيء طبيعي. كان في ثلاث نقاط خلافيه كنا حددناهم، هنحددهم دلوقتي. هنخلي البيرسونال اكزامشن 7000 جنيه خلاص، يبقى نستقر على كده. ممكن هو في قانون مختلف بس احنا هنستقر على كده علشان نحل المسائل. هنخلي ال contribution 10%. هنخلي ايه تاني يا شباب؟ هنخلي ال personal use 80% و20%. تمام. مش تلت وتلتين، عشان بس ايه نبقى متفقين على النسب والحاجات اللي فيها نقاط خلافية. طيب بصوا معايا كده، اتكلمنا على التاكس اون سالاريز واخدنا البيزك سالاري اند فاريبل سالاري و نريفيو مع بعض لما نيجي نعمل تاكس ريتيرن او اقرار ضريبي للتاكس اون سالاري. هنكتب هنا الريفينيو وبعدين نكتب الديدكشن، لازم نمشي بالستبس دي. تاكس بالسالاري او تاكس بالريفينيو هو بيزك سالاري اند فاريبل سالاري، وخلي بالكم ان احنا هنحسب الضريبه انيوال، يعني حتى لو مدهاني بير مانث انا لازم احسبها فور ذا هول يير. هنعمل منه ديدكشن لاربع حاجات. نمبر 1 السم ديدكتبل باي لو. القانون اعفى ايه من الايرادات بتاعت اي موظف؟ اعفى العلاوات الخاصه والعلاوات الاجتماعيه اللي هي السوشيال انكريمنت والسبيشال انكريمنت، واعفى الريبريزنتيشن الاونس لو الريبريزنتيشن الاونس بيحصل عليها الموظف في قطاع حكومي. انما لو الريبريزنتيشن الاونس وقال ان الموظف ده في البرايفت سيكتور يبقى مش هتتكتب ضمن الديدكشن، ضمن الايه؟ الديدكشن. نمبر 2 هنكتب من ضمن الاكسبنسز السم تو ميت اكتوال اكسبنس، زي الترانسبورتيشن الاونس، الهاوس هولد الاونس، الفود الاونس لو تفتكروا، اللي هي الكاش بنفيت اللي انا هاخدها كموظف اند ات ويل بي اكسبندد فور ذا ورك تو بيرفورم الورك بروبرلي، دي برضه هتتعفي. هنعفي بيرسونال اكزامشن انيولي 7000 اللي احنا اتفقنا عليها، دي حاجات ثوابت. يبقى لما يجي هتكتب حضرتك كل الايرادات سواء بيزك سالري سواء فاريبل سالري، وبعدين نعمل ديدكشن منه الايتمز اللي احنا بنتكلم عليها. انا هنزل لكم البي دي اف ده برده، هو موجود في الكتاب بس هنزله علشان ما يحصلش ايه لخبطه، تبقى عارف السورس اللي انت هتذاكر منه. وبعدين هنقول نظام المذاكرة ازاي والحلول بتاعتنا. طبعا هتحل المسائل بتاعت السكشن اللي الدكتور محمد شعبان بيحلها معاكم. طيب بعد ما خصمنا الثلاثة دول هنشيل اللي هو ايه الشير اوف الامبلي ان السوشيال سكيورتي سبسكريبشن، اللي هو ايه الاشتراك بتاع المعاش الاجتماعي ده غالبا انا قلت لكم هو 14% من البيزك سالري 11% من الفاريبل سالري، بس انا قلت لكم هديه لكم جيفن. تمام. طيب يديني النت ريفينيو. النت ايه؟ ريفينيو. هنخصم بعد كده حاجتين، ايه هم؟ انا قلت لكم الشيرنج بروفيت. الشيرنج بروفيت ده ايه؟ اللي هو الجزء اللي بيحصل عليه العاملين الكوتس اند شيرنج بروفيت من ارباح الشركه، دي معفيه من الضريبه، فاحنا حاطينها ضمن الفاريبل سالري، بتتشال وما عليهاش ضريبه بس بتتشال في الاخر بعد ما نجيب النت ريفينيو، مش بتتشال مع الديدكشنز دي. تمام. طيب هنشيل ايه تاني؟ اللايف انشورنس اند سبيشال انشورنس فاند. الاثنين دول مجموعهم قلنا هيجوا على تو ستيبس، هنشوف الحل بتاعهم.
اللي هي ال 15% من النت ريفينيو او 3000 بنختار الاعلى، وبعد كده الاكتوال بيد او الرقم الاعلى اللي احنا اخترناه ونختار الاقل. ازاي بتتحسب؟ هنشوفها عملي دلوقتي. يديني التاكسبل ايه نت بروفيت، النت بروفيت ده هنضربه بقى في الريتس عشان نجيب التاكس ديو. طب انهي ريتس هنطبقها؟ هنطبق الريتس اللي انا نزلتها لكم على الجروب، اللي هي الريتس الشرايح الكتير اللي احنا ايه قلناها. طيب تعالوا نبص للمساله دي كده. عندي انجينير ورك ان اندستريال ديفلوبمنت كومباني برايفت سيكتور. ايه اللي هيختلف لو برايفت سيكتور؟ اللي هيختلف ان ال طيب an engineer work in industrial development company private sector. يبقى اللي هيختلف ان ال representation allowance مش هتتخصم ضمن ال exemption. The salary item at the end of February were as follows. Basic salary 1000، منهم 100 premium. ال premium ده قلنا هيتعفي بس ايه عليه deduction، يعني not included. Reward 500، incentive 500، grant 500. كل ده variable salary وكل ده عليه ضرائب. travel allowance 1000 برضه عليها ضرائب لان هو ما حددليش دي to work to perform the work properly ولا لا. mark and commission. representation allowance included. transportation allowance هي اللي to perform the work properly. premium اللي هو ال increment not added لل basic، يبقى برضه عندي نوعين زيادتين. بريميوم اللي هو الانكريمنت، واحده اضافت على البيزك وواحده ما اضافتش على البيزك. ليه بقى الانكريمنت دي احنا هنسميها انكريمنت مش هنسميها بريميوم؟ الاثنين انكريمنت دول معفيين للضريبه طبقا للايه للقانون اللي هي السبيشال اند سوشيال انكريمنت. The company has allowed a car. قلنا الكار اكسبنسز دي كلها 80% منها للشغل و 20% بيرسونال. يبقى هو كانه استفاد ان كايند بنفيت بقد ايه؟ ب 20% من الفواتير دي، يبقى دي ان كايند بنفيت ب 20%. طيب ادينا له موبايل، برضه فواتير الموبايل دي كلها 20% للبيرسونال و 80% للشغل. مصاريف الشغل دي بتضاف تبع المصاريف، دي مالناش علاقه بيها تبع الشركه، احنا بنتكلم على الشخص اللي استفاد. وبعدين عندي لايف انشورنس انستولمنت 500، وبعدين عندي هنزل بس هنا للبوينت دي. عندي سوشيال انشورنس 500 مونثلي، وعندي كمان برايفت انشورنس فاند 200 اند جوينت بنشن و 200 و100 يبقى 300. طيب وسيبنا نقطه هنا بوينت. هي ريسيف الون، اللون دي قلنا كانه القانون حددها بقد ايه؟ 7% استفاده، لان اللون ده كان without interest. طيب خلي بالك من حاجه، هو بيدفع 5000 الانستولمنت، دافع لحد دلوقتي 60000. he received in the past total amount received، يعني دفع من ال 100000 60000، يبقى احنا هنحاسبه ضريبيا عن 40000 بس. تعالوا نمسك المسألة دي واحدة واحدة كده نشوف احنا عملنا ايه. أول حاجة بيقول لي احسب السالري النت تاكس بالريفنيو واحسب لي التاكس ديو. تمام، هنمسك الكاش سالري والإن كايند بنفيت اللي هي بعد كده ممكن ما تبقاش مديني الأيتمز دي كلها ومقسمه لي لبيزك وإيه وفاري. خلاص هنكتب البيزك سالري اللي هو 1000 انكلودنج 100. ليه فصلت ال 100 دي عن البيزك سالري؟ علشان ال 100 دي هتبقى معفية من الضريبة، فهنعمل لها ديدكشن. 1000 ده المونثلي، انيوال يبقى 12. اخد كمان ريورد 500 6000، اخد انسنتف 500 6000، اخد جراند، اخد ترافل الاونس، اخد ماركتنج كوميشن، اخد ترانسبورتيشن، اخد ريبريزنتيشن الاونس، وكان عندي كمان انكريمنت نوت ادد ايه سوشيال انكريمنت نوت ادد للايه للسالري. ال 500 دول وال 100 دي معفيين من الضريبه، هاجي اعمل لها ديدكشن لما اجي اعمل ايه اكزامشن، صح كده؟ طيب لما هاجي اقسم ممكن اكتب ده نمبر 1 اللي هم الديدكشن باي لو. عندي بيرسونال اكزامشن، عندي ديدكشن باي لو اللي هو السبيشال انكريمنت اند سوشيال انكريمنت، عندي رقم 3 السوشيال انشورنس فاند،
في بقى غلطة في المسألة دي، انتوا هتطلعها لي وتقولوا لي ايه هي. المهم اكمل، خلصت الكاش سالري، طلع توتال سالري بير مانث 6 في السنة 72، الان كايند بنفيت بجمع مصاريف العربية ومصاريف الموبايل ونحاسبه على 20% منها فقط. 20% منها فقط هو اللي هيتحاسب عليه كبنفيت، صح كلام؟ طيب يبقى لما هاجي اقول 20% 200 و300، حلو كلام. وبعدين اللون برضو ان كايند بنفيت 7%، بس مش من ال 100000، لان ال 100000 هو دفع منهم 40000 60000، يبقى اللي باقي 40000 في 7% ب 2800، وده التوتال ان كايند ايه، توتال ان كايند بنفيت. تمام يا شباب؟ طيب هعمل ايه دلوقتي؟ يعني بصوا الالف دي برضو ايه، غلط يعني. طيب نقرا الحته بس تاني بتاعت اللايف انشورنس هنا. The company will ensure the life of the engineer. 500 دي في ناس هتستغرب وتسال انت الانشورنس دي ليه ضفتها ضمن الان كايند بنفيت، ما حطيتهاش ليه ضمن المصاريف بتاعته؟ اقول لك انا، عشان حضرتك اللايف انشورنس هي بس متشفته، معمول لها شيفتنج، تمام؟ الارقام معمول لها شيفتنج بس، معلش. عشان اللايف انشورنس دي الشركه هي اللي دفعتها له، فكانه هو اللي استفاد، مش هو اللي دفعها. لو هو اللي دفع اللايف انشورنس يبقى بنشوف الايه الريت بتاعها تحت زي ما قلنا، هي والسبيشال انشورنس فاند بتتجاب بعد النت ريفنيو. انما هنا قال لي الشركه، احنا قلنا الان كايند بنفيت هي ايه؟ هي اي مصروفات الشركه بتدفعها بالنيابه عني، صح كده؟ تمام. جبنا التوتال اكزامشن، التوتال اكزامشن ينفع نقسمهم زي ما قلنا ايه، 1 2 3 4 زي ما انا وريتكم الاقراض الضريبي في الاول. المهم خصمنا الـ revenue minus الـ exemption، طلع الـ net revenue 66600. في حاجة تاني؟ في آخر item، إيه هو؟ الـ private insurance fund. قلنا بنقارن ما بين حاجتين، 15% من الـ net revenue، 15% من 66600 طلع 9990، or 3000 رقم ثابت طبقا للقانون. بنختار الأعلى، يبقى نختار الـ 9999. بعدين بقارن الاعلى اللي هو 9999 والاكتوال بيد، هو دفع كام؟ هو دفع 3600، يبقى هنخصم له الاقل اللي هو 3600. طلع الانكم تاكس 63000. يلا نشوف الضريبه بتاعتهم، نسيبنا من ده خالص، ده كانسل. ليه؟ علشان احنا قلنا الضريبه هتتحسب بالشرائح الضريبيه العاديه، تمام؟ طيب يبقى الغلطه في المساله دي انتوا هتطلعوها لي، انا هديلكوا هنت عنها. ايه هو الهنت؟ بصوا كده، هعلم لكم على حاجتين بس وانتوا تقولوا لي نعمل فيهم ايه. دي الغلطه، ايوه برافو عليكم، ان الترافل والترانسبورتيشن الاونس دي ايه؟ دي اكسبنسز نيسيسري تو ايه؟ تو بيرفورم الورك بروبرلي. يبقى هاجي تحت كده واعمل لهم ديدكشن. طيب في نقطة بقى، عشان هي دي المسائل الخلافية اللي في الضرايب. واحد هيقول لي لا بس أنت ما حددتليش فوق إن الحاجات دي للورك. هقول لك برضه أنت صح. يبقى تيجي حضرتك هي هنا وتكتب لي الكونديشنز اللي خلاك تكتب الحاجات دي، أنت عملت كده ليه؟ أد ليس ليه؟ فأنت كتبت لي الكونديشنز، فأنت واحد فاهم خلاص، يبقى أنت تاخد درجتك كاملة. سواء حلتها كده، سواء جيت تحت عملتهم ضمن الديدكشن. واحد هيقول انا الايتمز دي will be deducted as these expenses to perform the work properly، وكاتب لي هنا كونديشن. واحد تاني كاتب ده ضمن الريفينيو وكاتب لي دي بيرسونال اكسبنسز، as ان الشركه ما حددتش ان دي للورك ولا لا، برضه يبقى ده صح وده صح. عشان كده بقول لك ايه، مفيش مشكلة طالما فاهم، اكتب لي بعد ما تحل، اكتب لي الكونديشنز بتاعت الريفينيو والاكسبنسز بتاعت كل الايتمز، هديك الدرجة كاملة، مفيش مشكلة للارقام. فمش عايزين نتخض، الاد اللات الحاجات دي مش عايزين نتخض منها، تمام؟ بعدين نحسب الضريبة بالشرائح الضريبية اللي ايه، الجديدة، ويطلع الاماونت بتاعت الضرايب بتاعتي. طيب
انا هنا حاسبها بالايه، بالريت القديم. بعد ما نطلع الاماونت بتاعت الضريبه دي في السنه، انما الضريبه دي بتتخصم مني شهريا، يبقى هنقسمها على 12 شهر عشان تطلع لي الضريبه للشهر. اتفقنا يا شباب؟ طيب نشوف مع بعض مساله تانية. عمر is an employee بقى في الجفرمنت سيكتور. جفرمنت سيكتور يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان اي representation allowance مالها؟ اي representation allowance ايوه هتبقى معفيه من الضريبه طالما في الجفرمنت سيكتور، انما لو في البرايفت سيكتور مش عليها ضرائب عادي، مش مشكله. المهم he receive encouragement reward. تمام، مديني الاول سوري البيزك سالري 10800، ده في السنه منهم 2400 هنا مداني في السنه مش في الشهر. سبيشال انكريمنت وترانسبورتيشن الاونس وريبريزنتيشن الاونس وبرودكشن انسنتيف. لو انا افترضت الترانسبورتيشن الاونس ده للورك خلاص يبقى معفي، السبيشال انكريمنت معفيه، الريبريزنتيشن الاونس معفيه طالما في الجفرمنت، البرودكشن انسنتيف لا عليها ضرايب. طيب هي ريسيف ان انكارجمنت ريورد برضه عليها ضرايب، مكافاه ايا كانت امتى، طالما ريسيف يبقى عليها الضريبه. هي ريسيف 30,000 ون اوف ذا بابليك سيكتور كومبانيز اوف ويتش 10,000 ممبر شيب ريميونيريشن، مكافاه، مكافاه دي عليها ضريبه. وال 20,000 شيرنج بروفيت، ال 20,000 معفيه من الضريبه، يبقى ال 30,000 المكافاه اللي هو اخذها منهم 10,000 عليهم ضرايب و 20,000 معفيين من الضريبه. بس انا كده كده بحطهم كلهم تبع الايه؟ ايوه تمام الله ينور، الريفينيو بتاعه. ودفع لايف انشورنس، هنا لايف انشورنس ضمن الاكسبنسز مش ضمن الريفينيو، ليه؟ عشان هو اللي دفعه، لو كان الشركه هي اللي دفعته له يبقى ضمن الان كايند بنفيت. بعدين هي شير ان سوشيال انشورنس سبسكريبشن، هنعدلها بدل 2600 هنخليها 1836، وانا قلت لك الرقم ده هيبقى دايما جيفن، يبقى ده سوشيال انشورنس سبسكريبشن. طيب وما عليناش حسابها عشان انا قلت لك هديها لك جيفن، يبقى ده هنكنسل ايه الجزء ده. طيب تعال نشوف الراجل ده نحسب له الضريبه بتاعته ازاي. هنكتب الريفينيو بتاعه الاول، تمام، اللي هو basic salary, transportation allowance, representation allowance, production incentive, encouragement reward. دي 30,000 سوري. سوري تمام. وال sum received من public sector company 30,000 يبقى total revenue 55,800. قلنا هنخصم من ده ايه؟ 1 2 3 4 1 ال deduction by law اللي هو ال special increment وال social increment. طيب السبيشال انكريمنت كانت 2400، 2 representation allowance عشان ده شغال في الجفرمنت سيكتور 7200. طيب 2 السام تو ميت اكشوال اكسبنسز اللي هي الايه؟ الترانسبورتيشن allowance. يبقى خلينا نوحد الترانسبورتيشن allowance والفود allowance والهاوس هولد allowance. خلينا نفترض ان دي necessary expense to perform the work properly، يبقى نقسمها في جميع الاحوال. تمام؟ يبقى يعني المساله اللي قبليها هنعدل الميسنج بتاعها ان الايتم دي كان المفروض تتخصم وهي ما اتخصمتش. بيرسونال اكزامشن 7000، شير ان السوشيال انشورنس سبسكريبشن قلت لك هتبقى جيفن 1836، النت ريفينيو هيطلع 34,000. في تو ايتمز لسه ما اتخصموش، هنا ما كانش في برايفت انشورنس فاند، كان في لايف انشورنس قلنا اسمه ايه؟ لايف انشورنس فيلم. قلنا هنقارن ما بين، هنضرب الاول 15% من النت ريفينيو او رقم ثابت 3000 نختار الاعلى، وبعدين نقارن الرقم الاعلى اللي اخترناه بالاكتوال بيد ده ونختار الاقل. هنا ال 2800 الاكتوال بيد كانت اقل من الرقم اللي اخترناه فوق، يبقى احنا هنخصم له ال 2800. في ايه ما اتخصمش؟ الشير ان بروفيت. قلنا الشير ان بروفيت بنخصمها بس بعد هيز ايه؟ بعد النت ريفينيو، مش ضمن الاكسبيد ديدكشنز، ضمن بعد النت ريفينيو. طيب ليه خصمت 20,000؟ لان هو قال لي خد مكافاه 30 منها 10,000 مكافاته ومنها 20,000 هيز شير ان بروفيت حصته في الارباح، واحنا قلنا الحصه في الارباح دي معفيه طبقا للقانون للعاملين. طيب لما نيجي لو انا طلبت منك التاكس ديو، ده التاكس ايه؟ ريفينيو.
بنضرب ده في الشرايح الضريبية، بتحسب الضريبة دي للسنة، احنا هنقسمها على 12 عشان نجيبها للشهر. طيب بصوا بقى، الجوفرمنت امبلوي برضو بياخد 2200 في الشهر بيزك سالري، منهم 200 سبيشال انكريمنت، يريسيف 1100 1100 بير مانث، تمام، از ورك نيتشر الاونس. يبقى تاني معلش 1100 ورك نيتشر الاونس، الورك نيتشر الاونس عليه ضريبه، ال 200 دولار سبيشال انكريمنت ما لهمش ضريبه، ال 1600 ريبريزنتيشن الاونس معفيه طالما شغال في الجفرمنت سيكتور، 1100 سوشيال انكريمنت، 300 ترانسبورتيشن الاونس، 200 سبيشال انكريمنت. طيب نوت ادد للبيزك سالري، تمام، وايه تاني ايتم؟ If you know that he pays, he pays يبقى ضمن الاكسبنس 400 لايف انشورنس، احسب له التاكس ديو بير مانث. فاحنا هنحسب الضريبه للسنه، وبعد ما نحسب له الضريبه هنقسمها على 12 شهر. في ميسنج بس هنا في المساله دي، ان هنزود ان السوشيال انشورنس سبسكريبشن 1836 بير مانث، لان انا قلت لكم مش هنحسبها، الايتم ده هيبقى مدهوني جاهز. فحضرتك بعمل هنا التاكس بالريفينيو، وبعدين الفاريبل سالري، بكتب البيزك سالري، وبعدين الفاريبل سالري، ترانسبورتيشن، ريبريزنتيشن، سوشيال انكريمنت، سبيشال انكريمنت، ورك نيتشر الاونس، وبعدين بكتب التوتال ريفينيو. نقسم من ده ايه بقى؟ اربع حاجات. ايه هم يا شباب؟ السبيشال انكريمنت، السبيشال انكريمنت كان عندي 200 صح كده؟ و سوري ايوه تمام، سوشيال انكريمنت 100، السبيشال انكريمنت 400. ليه 400؟ 200 في البيزك سالري و200 اهم كمان سبيشال انكريمنت، يبقى توتال ايه؟ 400. كل السبيشال اند سوشيال انكريمنت معفيين من الضريبه طبقا للقانون. ريبريزنتيشن الاونس، ترانسبورتيشن الاونس، بيرسونال اكزامشن قلنا 7000، سوشيال انشورنس سبسكريبشن جيفن 1836، يبقى ريفينيو ماينس الاكسبنسز تديني النت ريفينيو. بعد كده اجيب اخر ايتم عندي هقسمه اللي هو اللايف انشورنس بريميوم. اللايف انشورنس بريميوم 15% من النت ريفينيو او 3000، بنختار الاكبر، بعدين نختار الرقم اللي احنا اختارناه ونقارنه بالاكتوال بيد، هنلاقي الاكتوال بيد 2400، يبقى نختار الاقل ونقسمه، نقسم 2400، نطلع الاماونت بتاعه الضريبه، تمام، بعدين نسيبنا من الحساب ده لان قلنا الشرائح الضريبيه هنحسبها بطريقه مختلفه اللي انا نزلتها لكم. نحسب الضريبه للسنه، وبعدين ايه يا شباب؟ نقسمها على 12 عشان تطلع لي الضريبه الشهريه اللي هتتخصم من الموظف. الرقم ده طبعا مش هيطلع معاكم كده لان الشرائح الضريبيه اتغيرت. طيب لو الامبلوي بقى ان برايفت سيكتور، طيب المساله الاولانيه كان الامبلوي في برايفت سيكتور ولا جوفرمنت سيكتور؟ اول مساله خالص، برايفت سيكتور، طيب هعدل معاكم معلش في المسألة دي، خلي دي government sector، تمام؟ government sector. طيب تعالوا نبص بقى الـ example 4 ده. معلش أنا غيرت الـ chapter خالص.
طيب an employee in private sector يبقى كل اللي فات government sector ال example ده private sector. طيب ايه اللي هيتغير لو ال employee in private sector عن government sector؟ حاجتين فقط. ايه هم؟ اي encouragement reward، اي reward تمام او bonus بيطلع بره المسألة خالص ويتحسب عليه ضريبة سنوية 10%. اتنين لو اخد اي representation allowance ما ايوه تمام ما بتتعفيش من الضريبة. تمام كده. يعني بيبقى عليها ضرائب عادي جدا. طيب an employee in a private sector بياخد 1600 في الشهر basic salary، منهم 360 special increment، يبقى 360 دول مالهم يا شباب؟ ايوه تمام معفيين من الضرايب. he receive 1000 representation allowance، لا عليها ضرايب، هي تبقى تتعفي representation allowance لو في government sector فقط. يبقى نمبر 1 مسألة نمبر 1 هنعدل فيها الـ transportation allowance الـ travel allowance هنقسمهم ونقسم الـ representation allowance as if ان احنا عدلنا ان هو في government sector. طيب 900 work nature allowance، 500 special increment، و40 social increment. كل الـ special increment والـ social increment معفية طبقا للقانون. هياخد encouragement reward 3200، قلنا ال 3200 عليهم ضريبه 10% عشان هو شغال في برايفت سيكتور، لو شغال في جفرمنت سيكتور بيتضافوا ضمن الايه؟ الريفينيوز العاديه جدا. دفع لايف انشورنس 1000 وبرايفت انشورنس فند بير مانث 160. اللايف انشورنس والبرايفت انشورنس فند قلنا بنحلهم بعد ما بنجيب النت ريفينيو. طيب هنزود في المساله دي نمبر 4 ان هو دفع سوشيال انشورنس سبسكريبشن 1836. يلا شباب هنلغي الحساب بتاعها ده ويلا نشوف هنعمل ايه. taxable revenue basic salary variable salary كتبنا له representation allowance work nature allowance social increment special increment. وبعدين taxable revenue total طلع ب 48، هنعمل deduction منه ال sum deducted by law اللي هو special increment special increment. طيب وبعدين نعمل sum to meet actual expense، ما كانش فيه عنده هنا travel او transportation او household او food allowance خلاص. بعدين personal exemption 7000 و share in social insurance اللي هو given ب 1836، قلنا الرقم ده هيبقى given. طلع النت revenue، حضرتك تمسك النت revenue تقسم حاجتين، ايه هم؟ 15% life insurance and ده مش life insurance بس، ده life insurance and special insurance fund اللي هم دفعهم، اللي هو ايه؟ كان عندي life insurance 1000 و special fund 160، بتتحل على خطوتين. اول حاجه 15% من النت ريفينيو او رقم ثابت اللي هو 3000 هنختار الاعلى، بعدين نختار الرقم اللي احنا اخترناه اللي هو الاعلى او الاكتوال بيد. الاكتوال بيد 1000 زائد 160، 1000 اللايف انشورنس 160 سبيشال انشورنس فند، يبقى 1160 في 12 13000 actual paid او الرقم ده، ونختار الاقل طبعا هختار ال 4000. جبت ال 24500 هنحسب الضريبه بالشرائح الضريبيه الجديده. هفترض ان هي هنا طلعت مثلا الضريبه ايا كان، يعني طلعت مثلا ال 24000 او ال 15000 معفيين، ال 10 اللي بعديهم عليهم 10% صح كده، او اول خمسه مش فاكر الشرائح الضريبيه قد ايه احنا هنحسبها. انا هفترض ان الضريبه هنا طلعت بير مانث 144. خلي بالك ان في حاجه ثانيه احنا ما حسبناهاش،
قلنا الـ encouragement reward لو هو شغال في private sector يبقى ال 3200 دي عليها ضريبة 10% رقم ثابت، يبقى ده 320. بس ال 320 ده في الايه؟ في السنة، نقسمهم على 12 شهر فالضريبة هتطلع 26. كده إجمالي الضرايب على الراجل ده بقت 144 زائد 26، تمام؟ يبقى دي الضريبة الشهرية اللي المفروض تتخصم منها. طيب نبص مع بعض على الإكزامبل ده. الإكزامبل ده مختلف شوية. An employee in private sector got 2000 per month basic salary of which 800 special increment. In addition he received 700 monthly salary as a representation allowance. يبقى representation allowance مش هتتخصم عشان ده government sector مش محتاج من الضريبة. 300 special increment not added للبيزك برضه دي معفية من الضريبة. 80 social increment معفية. 500 over time عليه ضريبة عادية. On the 1st of July he was granted a periodical raise 400. يعني البيزك سالري بتاعه ما بقاش 2000 ده بقى 2400. He received incentive bonus. قلنا البونص هنحسبه ازاي يا شباب؟ تمام، البونص هيتحسب طالما ده برايفت سيكتور يبقى البونص والاوفر تايم عليهم ايه؟ 10% ضريبه. وبعدين he pays life insurance 200 on his life for the favor of his life insurance وهي doesn't have any other source of income. بص بقى ايه الجديد في المسألة دي؟ ان السالري بتاعه زاد ب 400. طالما السالري بتاعه زاد يبقى احنا هنحل المسألة دي على مرتين. ليه؟ مرة هتعامل على المسألة كاملة على أساس إن هي السالري 2000، ومرة تانية هتعامل على أساس إن السالري بتاعه 2400، لأن قلنا الضريبة دي لازم تتحسب للسنة، بعد كده نقسمها على 12 عشان تطلع الضريبة الشهرية. فأنا هحسبها للسنة كاملة بـ 2000 كبيزك سالري، وأحسب الضريبة للشهر. ولما أحسب الضريبة للشهر يبقى دي الضريبة بتاعت الراجل ده أول 6 شهور. بعدين هحسب الضريبة مرة تانية للسنة على أساس إن مرتبه 2400، ونحسبها ونقسمها على 12 تطلع الشهر، يبقى ده المرتب بتاعه ال6 شهور التانيين عشان الريز ده حصل عنده من أول إيه؟ من أول جولاي. طيب هنزود هنا بس Social Insurance Subscription 1836، وهنكنسل رقم 3 اللي هي Settlement List. هعمل إيه؟ قلنا دي مش هنحسبها. هحسب الضريبة بتاعته اللي هو 2000، وأحسب البيزك سالري والفاريبل، بعدين نعمل ديدكشن للسوشيال اند سبيشال انكريمنت والبيرسونال اكزامشن 7000. البيرسونال اكزامشن دي مش جيفن، انت اللي هتجيبها او انت اللي عارفها، اللي احنا اتفقنا عليها ان احنا بنتكلم على انكم تاكس، والانكم تاكس هي بيرسونال تاكس بتمنح اعفاء ضريبي 7000 جنيه. والسوشيال انشورنس سبسكريبشن 1836. نت ريفينيو حسبنا اللايف انشورنس حسبنا له النت ريفينيو، يبقى نقسم على 12 يبقى ده اول ايه؟ اول 6 شهور. طيب في نقطة تانية برضو، الشرائح الضريبية محسوبة بالريت القديمة، انت هتحسبها بالريت الجديدة. ايه المشكلة التانية؟ نحسب برضو انيول على اساس ان مرتبه كام؟ 2400. يعني كأني بحل مسألتين ونحسبها للايه؟ للشهر. اتفقنا؟ في حاجة لسه ما حسبناهاش. ايه هي؟ ايوة اللي هي الانسنتف بونس، تمام؟ 10% على الاماونت اللي هو اخدها كبونس يبقى 300، ونقسمها على 12 عشان يطلع الضريبة في الشهر. يبقى دي الضريبة بتاعت اول 6 شهور والضريبة تاني 6 شهور. على حسب بقى، ممكن يجي يقول لي الريز ده حصل في اكتوبر، حصل في نوفمبر، حصل في اوجست، whatever. رقم 3 دي هنلغيها اللي هي settlement list، ما تبصلهاش، تمام؟ طيب يا ريت تذاكروا الموضوع ده أول بأول علشان نقدر لو ليكوا أي أسئلة نقدر إن احنا نحلها مع بعض، تمام؟
أشوفكم على خير.